السلام عليكم طلابي، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم موضوعنا هو الدرس الخامس، الصوم واهميته. الصوم كنا نعرف الصوم اللي هو امتناع عن الطعام والشراب من الفجر الى المغرب حتى يصير الاذان ونفطر. هذه الصوم بيها احكام وبيها اهميه، ليش رب العالمين فرضها علينا اصلا، او شنو التعاليم مالتها، شنو القوانين مال الصوم؟ يعني هي اكو ناس يقول لك لي الظهر اصوم، لا، بيها قوانين وبيها تعليمات. هنا يذكر ان ايه من سوره البقره هي عن موضوع الصوم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. هاي ما مطلوب من عندك تحفظها، هاي بس حتى تعرف عنها. هنا راح يتكلم عن الصوم. الصوم، شهر الصوم ايش وقت؟ هو في شهر رمضان، يعني يا شهر نصوم به شهر رمضان. نتكلم عن الاشهر الهجريه، الاشهر اللي تابعه لديننا الاسلامي، ما نحكي عن الاشهر الميلاديه اللي نمشي عليها. اذا في شهر رمضان، شهر رمضان أنزل فيه القرآن، هو بدأ القرآن به كان في شهر رمضان. الصوم مهم جدا، صوم نوع من العبادة وطاعة لله، مثل ما عندنا صلاة هي عبادة لله، الصوم نوع من أنواع العبادة. الصوم به صحة للجسم، كانوا قبل دائما يقول صوموا تصحوا، من الصوم جسمنا يبدي شوية شوية يرتب نفسه، يتخلص من الفضلات ويتخلص من الأشياء والترسبات المزينة، ويعيد صحة ويعيد بناء ويعيد تجديد. إذا هو هاي أول نقطة وفائدة لنا. يشعر الإنسان بألم الجوع والعطش، ليش؟ حتى نحس بالفقراء والمساكين اللي ما عندهم أكل. إذا رب العالمين هنا أنطانا موضوع يفيد صحتنا، وموضوع خلينا نحس بالفقراء والمساكين. إذا دائما أنتبه على الفقير، ودائما أدي الزكاة مالتي والمستحقات مالتهم ما أنساهم. ان الصوم يقوي الاراده والصبر، طبعا صار عندك اراده وصبر، لان انت تحملت اني جوعان بس لا ما راح اتقرب من الاكل، انا عطشان ما راح اسوي ولا اشرب ولا اسوي شيء غلط. اذا الاراده مالتك صارت قويه جدا جدا، اذا انت عندك قدره على السيطره على نفسك ضد الاشياء الموزينه والمغريات. يعني من انت تعلمت انه تمتنع عن الطعام والشراب مع انه هو كلش طيب، راح تتعلم شوية شوية سنة بعد سنة تتحمل. إذا فشي غلط لا ما أجي يمه، حتى لو حلو حتى لو مغري، لا أنا عندي إرادة. إذا تقوي الإرادة والإنسان وتقوي صبره أنه يتحمل إلى أن يصير الإفطار. بهذا الشهر نكثر من شنو؟ صلاة، دعاء، قرآن. طبعا الصلوات المفروضة علينا الخمسة هي إحنا نأديها في كل الأحوال، بس الدعاء زيادة، الصلاة مفروضة لأن علينا الخمسة، اكو صلوات إضافية يسموها صلوات مستحبة، أي تسمية إلها، أنت ايش قد تصلي إضافة تحب لأن تحس تقرب من رب العالمين، تسوي مقابلة لأن احنا مثل مقابلة عندنا ويا رب العالمين، يسوون دعاء، يقرون قرآن أكثر، يتقوهم تسبيح، استغفار، هواية أمورات، حتى تلقي الأكل مال الفطور يتوزع هواية، ناس تحب تسوي الخير أكثر وأكثر حتى ينحسب لها، لأن الأجر بيها بعشر أضعاف. نكثر بتبرع المال والمساعدات، ايه، لان ننتبه ايش قد احنا جوعانين نحسب بالمقابين اكثر، والمفروض مو فقط في رمضان، في كل الايام. المسلمين بشهر رمضان يحسون بالوحده، شلون يحسون بالوحده؟ تلاقينا كلنا صايمين، اذا كلنا دا نسوي شيء واحد، بالصلاه ما واحد دا يشوف الاخ، بس بالصوم الكل دا تعرف الكل صايمين، وينطلق الاذان وقت المغرب وتعرف ان الكل افطر، خاصه المسلمين اللي بدول اخرى اللي هم مو كلهم مسلمين بهم مسيح، تلقيهم يتجمعون، فاذا يحسون بالوحده. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام صامت جوارحه. هذا الموضوع كلش مهم، من صام يعني اللي يصوم عن الطعام والشراب صامت جوارحه، لازم الصوم شنو همينه؟ الجوارح، الجوارح هي الحواس اللي تسوي بيها كلام او نظر،
صامت جوارحه، يعني اذا اكو شيء فيديو مو زين ما اتفرج عليه، ما بوع عليه، لا انا صايمه انتبه، ما اتكلم بكلام بذيء، لا شتيمه، لا اكذب، لا اغش، كل الامور الغلط الصوم يخلينا اني يعني اكو بعض الناس شويه يسوون هيك شغلات، من صايم يقول انا صايم ايش دا اسوي؟ لازم اصوم عن الطعام وعن الاشياء البذيئه. هذا الشهر ال 30 يوم من هو تلقيه صام طعام وصام عن الكلام البذيء او الاشياء الغلط اللي كان يسويها، هذا الانسان شوي شوي راح يصير احسن واحسن، يبدي يتعلم انه اني ابتعد عن الاشياء المزينه، فجدا مفيد الصوم. احكام الصوم، شو يقصد احكام الصوم؟ الصوم الى احكام انفرض على اشخاص معينين واعمار معينه، مثلا الصوم واجب على كل مسلم عاقل بالغ، عاقل بالغ يعني على الطفل مو واجب. العاقل هو اللي اسم الله ذول اللي يصير عندهم خلل بعقلهم، اللي هو اصلا ما عارف شنو صوم، ما عارف شنو حياه، عنده خلل مشكله، فرب العالمين ما يجبره. البالغ هو اللي كبر، احنا صح من عمر 9 سنين بدي نعلمكم الصلاه والصوم، وبعضكم بدوا قبلها، هذا طبعا اجر لكم، بس البالغ اللي عمره كبير بلغ ما يصير ما يصوم الا رب العالمين راح يحاسبه، مثل ما ترك الصلاه اكو حساب. ثانيا ننوي صوم قربة الى الله، احنا نحب نصوم حتى نتقرب الى رب العالمين اكثر واكثر. ثالثا ان الصوم هو امتناع عن تناول الطعام والشراب والكذب والكلام البذيء والعدوان من طلوع الفجر الى الغروب، بس مو معناها وراء الغروب راح تبدي تغلط لا، نبقى. اذا نسي الصائم واكل او شرب فلا يبطل صومه، يعني انا صايمه بس انا دا اشتغل دا كانت اكو تمره قدامي اكلتها بعد ذكرتيها اني صايمه، ما راح الصوم مالتك لان انت نسيت، انت مو متعمد. اذا انا جايه لا اريد اكل، لا اذا اني كسرت الصوم مالتي، اني متعمده هذا خلص، بس اذا ناسيه وشربت شويه مي ما يروح الصوم. خامسا يجوز للمريض والمسافر ان يفطر. المريض اللي هو عنده مرض وعنده ادويه، او اذا هو صايم بدون اكل بدون شرب راح المرض مالته يزيد او يتعب. المسافر خاصة هم أيام زمان كانوا يسافرون على الجمل على الحصان في مسافات طويلة ومتعبة، سفر راح يروح يسافر في 5 ساعات بالطريق أو عنده طريق، رب العالمين ما يريد يأذينا، ما قال أنت روح أنت وسافر بنص الشمس وابقى صايم، لا بالعكس دائما يداري هالموضوع. يجب على المريض قضاء الصوم عند شفائه. المريض والمسافر يقضون، شنو يقضون؟ انه بعد ما خلص سفره وبعد ما خلص مرضه يعوض الايام اللي ما صامها، يعوضها الصوم. ان كبير السن الشيخ والشيخه هذول الرجال والنساء اللي شويه عمرهم كبير وبدا الصوم يتعبهم، يعني هي ما قادره تبقى بدون اكل ولو هم ياكلون شويه، بس يسوي لهم امراض اكثر، يعني هو تلقي عنده سكر، تلقي عنده ضغط. هنا اذا كان الصوم يسبب له المشقه، لان كل بعض صحته زينه يقول لك لا انا عادي اصوم ما تاذى، بس اللي يتأذى ممكن انه يفطر ما عنده مشكلة. ذول اللي كلش كبار واللي متأذي، اكو كبار ما شاء الله يصومون ما عنده مشكلة. من افطر عمدا، يعني متقصد ان انا صايمة لا ما اريد اصوم كيفي وفطرت، ماكو ما يصير، هذا واجب مثل الصلاة كيفي اتركها، يجب عليه كفارة. شنو كفارة؟ الكفارة هي اطعام 60 مسكين عن كل يوم افطره، يعني 60 واحد انت لازم تطعمه وجبة عن كل يوم انت فطرت، فشوف كم يوم انت فطرت، هاي حتى ترجع ترضي رب العالمين انه اسفه سويت شيء غلط لان انا كنت متعمد. اذا افطر المسلم فلا يجوز له ان يجاهر بالافطار امام الصائمين. شنو يجاهر؟ يعني اكو البعض اللي هو مريض قلنا او مسافر وهو افطر، خاصة المريض ماكو داعي قدام الكل قاعد ياكل ويشرب، والله شنو انا مريض فمفطر، لا احترم الاغلبيه والمقابيل، المطاعم ما تكون مفتوحه وقت اللي احنا صايمين، المفروض تنفتح بعد الافطار، انه الناس صايمه حتى اللي ما صايم مفطر مريض احنا ما لنا علاقه به، لان هو رب العالمين يتحاسب، بس مو يقعد ياكل بالشارع قدام الناس او بمطاعم، هذا ما مسموح له، رب العالمين راح يحاسبه اكثر واكثر. الان عندنا المناقشه اللي مثل كل مرة أسئلة نكتبها مع الحلول ونحفظ حلول المناقشة، شوية هنا المناقشة طويلة وبيها بعض النقاط الطويلة. أرسلكم إياها مثل كل مرة بورقة. متى يصوم المسلمون؟ هاي كلكم تعرفوها، في شهر رمضان. الصوم يشعر المسلم بألم الجوع، ما الفائدة؟ قلنا حتى يشعر بألم الفقراء والمساكين وينطيهم استحقاقهم، يعني ينطيهم فلوسهم أو الزكاة. ماذا يقوي الصوم؟ قلنا الإرادة والصبر.
يكثر المسلمون في شهر رمضان مبارك عبادات وأعمال خير، مثل شنو؟ مثل الدعاء، التسابيح، قراءة القرآن، يوزعون أكل فلوس. هاي الأسئلة لحد الآن أنت كلها أصلاً دا تعرفها بدون ما تحفظها، هاي معلومات كلها أنت عارفها. لماذا يفرض عفواً لماذا لم يفرض الصوم على الشيخ والشيخة؟ قلنا لأنهم كبار راح يكون مشقة بيهم ويأذيهم. سادساً، شهر رمضان المبارك يوحد المسلمين. وضح، يوحد المسلمين لأن كلهم راح يصومون سوى، قلنا، فراح يحسون نفسهم أنهم متشابهين بهواية أمورات. سابعاً، ماذا قال النبي عن الصوم؟ تذكرون قلنا من صام صامت جوارحه، كلش قصيرة. ما معنى صامت جوارحه؟ يعني يمتنع عن الكذب والغش والنميمة، أبد ما ينطق بها أي شيء مو زين، ليس يسوي ولا يحكي به. تاسعاً، اللي هاي شوية طويلة، عدد أحكام الصوم، همينا كاتبت لكم إياها، اللي هي الثمانية. أحكام الصوم لازم تعرفها كلها، لازم تكون حافظها من الكتاب، لأن اللي يسألك منو اللي يصوم شنو أحكامه هذا موضوع مهم. فإن شاء الله يكون خفيف عليكم هذا الدرس، وأشوفكم بالدرس القادم إن شاء الله. يا ربي على خير وصحة وسلام. السلام عليكم.